الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفي لم يسمع به أحد، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر من القول، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فنبي الله زكريا دعا ربه بدعاء خفي، وكأنه يشكو حاله إلى الله، إذا بنبي الله زكريا يقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أنت تجبر بخاطري دائما، لم أدعوك يوما ولم تستجب لي، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، ورثتي أبناء عمومتي الكلالة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. امرأتي امرأة عاقر لا تلد. وهنا يتضح لنا أن العيب في عدم الإنجاب كان ممن كان من زوجة نبي الله زكريا، لأنه نسب إلى نفسه أنه بلغ من الكبر عتية. فالمانع الآن أنه بلغ من الكبر عتية، لكن المانع من زوجته قبل ذلك كان أنها امرأة عاقر. عاقر يعني لا تحيض. وقد بلغت من الكبر عتية، لكن الله تبارك وتعالى كان رحيما به، ما إن دعا ربه حتى استجاب له. ولما لم تدعني منذ زمن طويل؟ وكأن الدافع من نبي الله زكريا في دعائه لأن يرزق بولد، أن يرثه هذا الولد، يرثه ويرث من آل يعقوب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى، هذه التوراة التي هي الآن في يد نبي الله زكريا يعلم منها بني إسرائيل. أراد أبناء عمومته، لأنه رجل لم يلد ولم يكن له ولد، أن يأخذ التوراة فيأكلوا به، يحرفوه ويبدلوه. لكن نبي الله زكريا أراد أن يرزق بولد، أن يكون هذا الولد صالحا طيبا يحمل الرسالة من بعده، ويحمل أعباءها من بعده، يأمر الناس بعبادة الله الخالق، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأنه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. إنه لم يقصد أن يرث ماله أو أن يرث أرضه أو أن يرث داره، لأن العلماء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم، يورثون العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضية. لم يعد في العمر طويل عمر حتى أشقى بهذا الغلام، واجعله رب رضية، يعني راضيا عنك ومرضيا ومرضيا عنه أن يكون ولدا بر، واجعله رب رضية. نحن مطالبون أيها السادة المشاهدون أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء دائما دوما، أن يربي لنا أولادنا، وأن يحفظ لنا أولادنا، وأن يقيهم الفتن، وأن يسترنا وإياهم، وأن نفعل الخيرات من أجل هذا. نتصدق لنجاح أولادنا، نتصدق لشفاء أولادنا من الأمراض، نفعل الخيرات، نتقي الله تبارك وتعالى لتنفعهم هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. خافوا عليهم، أنت تخشى على أولادك، تخشى عليهم الفقر وتخشى عليهم الضيعة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فنبي الله زكريا قال رب اجعل لي، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة.
وفي هذا إشارة خطيرة إلى أن الأولاد هبة من الله، الأولاد هبة من الله، فوهبنا له، رب هب لي، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن وقال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. فالأولاد هبة من الله، فقد نجد رجل وامرأة صحيحان عفيان ليست لديهم أمراض ولا 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 يشعران بأي ألم، ومع ذلك شاء الله عز وجل ألا ينجبان، شاء الله عز وجل ألا يهب أحدهم بالولد ولا بالفتاة. وقد نجد رجلا فقيرا معدما، وقد نجد امرأته مريضة، وقد يكون الرجل مريضا، ومع ذلك يرزقان بالأولاد الكثر. الأولاد هبة، هبة من الله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فوهبنا له، يهب لمن يشاء، الحمد لله الذي وهب لي، إلى غير ذلك من الآيات التي تدلل على أن الأولاد هبة من الله تبارك وتعالى. فنبي الله زكريا قال وجعله رب رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، الله هو الذي سماه اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية، ليس له نظير، هو ولد مبارك يحيى في الدنيا ويحيى في الآخرة، لم نجعل له من قبل سمية. فقال نبي الله زكريا قال ربي أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، امرأتي هي لا تلد أصلا وصارت امرأة عجوز، وأما أنا فأصبحت شيخا هرما وقد تمكن مني الكبر فصار عتيا فتيا، لا ينفع معي الآن لا منشطات ولا أدوية ولا أي شيء. ولذلك هنا جاءت البشرى، الله عز وجل حين قال نبي الله زكريا أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يا زكريا إنما أمر الله إذا أراد أن يقول كن فيكون، أنت أصلا خلقت من لا شيء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أبوك آدم خلقه الله من الطين، خلقه الله من التراب، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأراد نبي الله زكريا أن يستوثق، لا إنما ليطمئن فؤاده وليستقر جنابه، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يتكلم بالذكر والتسبيح، لكن عندما يريد أن يتكلم في أمر من أمور الدنيا لا يستطيع دون مرض أو ألم. وهذه كانت دلالة واضحة على أن الله عز وجل أعطاه الولد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.